صديق، أين هي تلك الدهاليز؟ أرني إياها. إنها هنا، إنها في المدخل الخلفي للأسوار. لماذا أنزلت حاجبك؟ بماذا تفكر؟ شاويش سامسا، الأعضاء وضعوا طرقا سرية للخروج، وحتما نصبوا الأفخاخ لمن يتسلل. نحن سرب من الصقور، ولن نخش من العصافير. الكبر لم يعطك الحكمة، شهيتك للحرب تزداد يوما بعد يوم. بني، في اليوم الأول الذي أتينا فيه كمحاربين إلى هنا اتخذنا قرارا، قررنا بأن نبقى نحارب حتى آخر قطرة دم وآخر سهم خبأناه في جعبتنا. فنحن نحارب من أجل الله ولنكون كابوسا للظالم. فلتسلم، فلتسلم أيها الغازي عبد الرحمن. انظري إلى ما أوصلنا عثمان بتهوره سيدة سلجان. نقوم بإحصاء الأموال لكي نستطيع إعادة الذهب إلى عليشار. قلت هذا منذ البداية، لكنكم تجاهلتموه. لا يجازف بنفسه، بل هو يجازف بالقبيلة بأكملها. هل تسمح لي يا عمي؟ هيا تعال. أخبرني عثمان، كيف تتجرأ وتصدو على ذهب الأمير؟ عمي، هذا الوطن يدار من قبل أشخاص تربوا تربية الأسود لا تربية الثعالب.